بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. مع حضراتكم أستاذ دكتور علاء السعيد، أستاذ دكتور بجامعة الإسكندرية ومعار حاليا إلى جامعة القصيم. بنتكلم للفيديو الثاني على التوالي على معمل افتراضي آخر رائع خاص برضو بتزاوج ووراثة حشرة الدروسوفلا. بنأكد ان اي فيديو خاص بهذه الامور اللي هي المعامل الافتراضية او اي موقع من المواقع ليس مدعوما. اذا كان في دعم مادي او اي شيء بنعلن وبنقول وبنوضح ده يعني في بداية الفيديو، لكن ليس مدعوما ولا حتى من الجهة صاحبة المعمل الافتراضي اللي هي CGS اللي هي Classical Genetics Simulator Lab. الفيديو بغرض تدريسي فقط، ليس هناك منه اي ربح مادي ولا معنوي ولا اي شيء. كل الشكر والتقدير للجهة اللي بتبقى عاملة المعمل الافتراضي لتفيد الزملاء الدكاترة في الجامعات اللي بيدرسوا في هذا المجال أو الطلاب. ده الكيو آر الخاص بهذا المعمل. دي حشرة الدروسوفلا زي ما وضحنا قبل كده في فيديو سابق. أحب أكد برضو إن أنا ما بشرحش مادة علمية، أنا بشرح طريقة استخدام المعمل نفسه. المادة العلمية والصفات والوراثة والدومينانت والريسيسيف والكلام ده كله هيبقى طبعا يرجع كل طالب، طبعا أساتذتي وزملائي الكرام هيبقوا عارفين طبعا الكلام ده خاص بتخصصاتهم، والطلاب هيرجعوا لأساتذتهم سواء في الجامعة أو في المدرسة اللي بيدرسوا هذا المقرر يعني. يبقى دي الصفات زي ما احنا شايفينها كده من الهيرز أو الشعيرات اللي موجودة، تركيب الصدر، تركيب البطن، التخطيط والفينيشن بتاعها والتعرق والعين وشكلها ولونها إلى آخره والأنتنة. المهم وده المنظر الجانبي لحشرة الدروسوفلا. دي الواجهة اللي خاصة بالمعمل الافتراضي. بنلاقي فيه ثلاث اختيارات عندنا. الاختيار الأول ده خاص بالمسجلين أو بالمشتركين في هذا المكان، بيديني اختيارين تانيين. اختيار إن أنا أعمل براكتسنج على بوبوليشن جاهزة هو بيديها لي، في بيخيرني ما بين مجموعة من البوبوليشنز اللي موجودة، أو إن بكون الدروسوفلا بوبوليشن بتاعي بالجينات اللي أنا عايزها زي ما هنشوف حالا لما ننتقل إلى المعمل الافتراضي. الاختيار الاولاني اللي هو ان انا اعمل براكتسنج للبوبوليشن جاهز، فبيديني البوبوليشن الاول وادي الصفات بتاعته بالشكل ده، بضغط على السهم بيديني بوبوليشن تاني وهكذا. اذا انا عايز اجرب هذا التوليفه اللي هو حطها لي او الاختيارات بتاعته اللي هو الاوتوسومال الدومينانت ريسيسيف الى اخره، بضغط على كونتينيو عشان اخش على التزاوج الفعلي واشوف النتيجه بتاعه التزاوج يعني. او ان بختار الاختيار الثالث اللي هو كان انا بختار الجينات اللي انا عايزها زي ما هو شايف كده، بختار على بعمل تشوز اب للثلاثه من الاليلز 3 اليلز، بضغط على الحروف بتاعتهم هنا عشان اقدر يتحطوا لي هنا. طبعا هو هنا بينبهني بيقول لي ان الكابيتال ليتر بيرمز للدوميننت والسمول بيرمز الى الريسيسيف اليل. بعد ما بختار بيبتدي يظهر لي هنا زرار كونتينيو وابتدي اشوف التزاوج اللي انا هشوف النتيجة بتاعته وادرسه يعني. طبعا احنا كده يبقى ان احنا نطبق فعليا يعني. المعمل الافتراضي دي الواجهة بتاعته في عندي هنا اشياء جميلة جدا هنا، طبعا لو هبدأ على طول لكنها بيقول لي الفينوتايبس. الفينوتايبس اللي موجودة عندي هنا بالشكل ده بتاع حشرة الدروسوفلا، بيقول لي الانتنة، جايب لي اول صفة الانتنة، جايب لي البدائل، بدائل الصفة اللي هي الاليلز المختلفة. اول ما بضغط على اي حاجه بيديني القليل ده شكله ايه وبيديني شرح ليه تفصيليا. اهو اخترت مثلا الـ اي شيء البايثوراكس مثلا، هنا بيديني الصفات بتاعتها، بيديني شكل اللون بتاع الحشره. انا اخترت البلاك فبيديها لي وبيديني صور ليها وبيكلمني عنها الى اخر هذه الصفات. الاي كلر مثلا البيربل، اهو بيديني البدائل بتاعت لون العين. يبقى هنا ده الفينوتايبس او الاشكال الظاهريه لمين؟ لحشره الدروسوفلا. ادي اهي بكل الصفات اللي خاصه بالجناح، بالانتنا، بالفينيشن بتاع الوينجز الى اخره. خلاص كده؟ طيب طبعا دي لازم دراستها قبل بدايه العمل المعمل الفعلي، يعني قبل ما الطالب يتدرب على كده اكيد بيكون خد في المحاضره خلفيه نظريه عن هذه الصفات والبدائل بتاعتها والجينات. طبعا هنا كمان عايز يقول لي المعمل ده مين بيستخدمه؟ فبص الاقي هنا واتس اونلاين، ابص الاقي هنا عندي اهي هو بيديني اخر 10 ايام، فبيديني المعاهد والجامعات المختلفه اهي ميسيسوري، ثاوزرن ستيت يونيفرستي، اوريجون ستيت يونيفرستي الى اخره، يعني بيديني الجامعات وبيديني التواريخ وواضح ان هي في الشهر الحالي ده اخر 10 ايام كمان. هو عايز يقول لي هنا ايه؟ عايز يقول لي ان في جامعات كتير عريقه على مستوى العالم ومعاهد بتستخدم هذه المعامل الافتراضيه في التدريس ليها. وطبعا زي ما احنا قلنا قبل كده بقى احنا عايزين نبدا على طول نشتغل، فبنعمل هنا لانش بالشكل ده كده. بيديني الواجهه دي او النافذه دي، بتستغرق ثواني لغايه لما بيديني
القهوة، أعطاني 3 اختيارات اللي إحنا قلنا عليهم إذا كان حد من المشتركين، أو بيديني الاختيارين دول. الاختيار الأول اللي إحنا قلنا عليه، أدي البوبيوليشن الأول، أدي البوبيوليشن الثاني، أدي البوبيوليشن الثالث بالشكل ده كده. بيقول لي هنا بيعمل سيجريجيشن للوينج أنجل، السكس لينكد جين اللي هي الجينات المرتبطة بالجنس، الدوميننت في مين، الريسيسيف مين، ولما أنا ضغطت كونتينيو هنا أهو بالشكل كده بيديني الـ النتيجة بتاعتي هنا. طبعا هو بيقول لي سورت باي، هو مرتبهم لي هنا المية على بعض، وبيفترض احنا اشتغلنا بمية يعني، فانا بقول له الوينج، بيقول لي الجال وينج انجل كذا، الوايلد تايب كذا، هنا 55 هنا 45، لو وقفت عند كل واحدة منهم بيقول لي بتقول لي ده عبارة عن ميل وتركيبه كذا، هنا مثلا تقول لي اهو ده في ميل وتركيبه كذا، هنا اهي في ميل وتركيبها كذا، يعني اقسمهم تبعا للصفة، اقدر اقسمهم او اعمل سورتنج بالنسبة للسكس، يبقى الفيميل كلهم هنا والميل هنا كلهم، ولو وقفت عند اي واحدة فيهم هيديني الصفة بتاعتها. طب انا عايز اشوفهم كحشرة كده، ولا عايز اشوفهم مثلا اهو وفقا للجنس، ولا وفقا للوينج، اهو الصفة ده بيقول لي ده الوينج ده عبارة عن كذا، ودي الصفة بتاعتها. لو اقول له شو ديتيلز، فبيديني النتائج هنا، الفيميل كان شكلهم ايه اللي انا بادئ بيهم، الميل بيرنت اللي انا عملت التزاوج ما بينهم، وكانت النتيجة بالشكل ده كده. اقدر اعمل حاجه تانية، اقدر لو ضغطت على الاستاتستيك الاحصاء، فبيقول لي انت كنت متوقع النسبه اللي انت متوقعها الاكسبكتد، ودي الاوبزرفد، دي اللي هي الحقيقيه اللي احنا حصلنا عليها. طب احنا كنا متوقعين من الدراسه بتاعتنا النظريه مثلا، نقول هنا نقول 45 مثلا، يعني مثلا نقول هنا 55 خلاص، واقول له كالكيوت يحسب لي الاحصاء، فبيديني الاحصاء بتاعتي اللي هي الكاي سكوير فاليو، الديجري اوف فريدم، البي فاليو، وعشان اقدر اقول بقى اذا كان الكلام ده كله سيجنيفيكانت ولا نوت سيجنيفيكانت، ده شغل احصاء بقى ماليش فيه. اقول له هنا فيو اول داتا، فبيديني الداتا بتاعتي كلها بالشكل ده كده. طيب لو قلت له اكزيت، فبيخرج وبيرجع لي هنا مره ثانيه. طب انا مش عايز الطريقه دي، لا انا عايز انا اشتغل انا على الجينات، فبختار الاختيار الثالث زي ما اتفقنا، بيقول لي اختار 3 اليلز، انا اخترت مثلا ده اهي اتحطت هنا، اخترت حاجه كابيتال بالشكل ده الكابيتال اللي هنا، واخترت هنا مثلا اهو ايا كان الوايلد تايب اللي هو الوينج شيب الانتنا الى اخره، خلاص اخترت الثلاثه دول، بقول له كونتينيو، فبيديني نفس الواجهه اللي احنا رحنا فيها اهو، بختار اي حاجه، هختار مثلا الانتنا بالشكل ده كده، فقسمهم لي النوع ده من الانتنا 63 وهنا 37، لو انا مش عايز الانتنا عايز الوينج شيب، فبيديني شكل الوينج، طبعا هنا اقدر اختار حسب ما انا عايز، انا اخترت الوينج شيب اهو، فبيقول لي واقدر اقف عند كل واحده فيهم، فبيقول لي دي عباره عن ميل ولا في ميل، ترتيبها ايه في الترتيب اللي هو مترتب ده، الانتنا شكلها ايه، الوينج شيب شكله ايه، وبرده ايضا اهو اقول له قول لي الديتيلز، فبيديني الجدول ده اقدر انسخه واروح احطه في الاكسل او وات ايفر البرنامج اللي انا بستخدمه. برده الاحصاء بتاعتهم هنا بالشكل ده، انا هحسب لمين، اعمل انلايزيشن لمين، للانتنا مثلا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هقول والله للانتنا. بيقول لي الاوبزرفد اللي هو اللي كانت النتيجه اللي ملحوظه فعليا بعد التزاوج كانت كذا، طب الاكسبكتد اللي انا كنت متوقعها قد ايه، نقول له والله هنا 60 وانا كنت متوقع هنا مثلا 40، واقول له كالكوليت، فبيديني النتيجه بتاعتي والبي فاليو، واقدر اعمل شغل كل الشغل الاحصاء اللي انا عايزه. طبعا بخرج من هنا برجع مره ثانيه، وبالتالي اهو الواجهه بتاعتنا اهي، فاقدر اختار اي ايا كانت الطريقه اللي انا هعمل بيها التزاوج يعني. ان كنت وفقت من الله، ان كنت لا قدر الله كان في تقصير او اي شيء، فمن نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، والى ان نلتقي في فيديو جديد قادم من فيديوهات تبسيط العلوم والمعامل الافتراضيه، اترككم في رعايه الله وامانه، واسالكم الدعاء بظهر الغيب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.